سر الاختراع ده. الاختراع ده ما مش عارفينه اليومين دول، لان دلوقتي عندنا ثلاجات وميه ساقعه على طول، بس الاختراع ده كانوا بيستعملوه من عشرات السنين في الشرب، ولسه في ناس بتستعمله لحد دلوقتي. هو لطيف جدا جدا. دي اسمها القله الفخار. هي اسمها كده، ما تحدش هي اسمها كده ماشي. بس عشان نعرف سر البطل النهارده لازم نرجع لتاريخ القله الفخار. تاريخها اللي هي دي تحديدا يرجع لعشر سنين ورا. لا مش عشر سنين، 100 سنة. لا مش 100 سنة برضو. 500 سنة برضو. لا 1000 سنة برضو. مش 1000 سنة، أكتر من كده. 2000 سنة أكتر من كده. هي يرجع تاريخها لتلات آلاف سنة. يلا نعرف حكايتها مع بعض. حكاية البتاعة دي لما كان داود الملك قبل ما يبقى ملك، كان في حرب بين شعب الله اللي داود واحد منهم، والحرب دي كانت دايرة ما بينهم وما بين الفلسطينيين اللي كانوا أعدائهم في الوقت ده. وبعدين داود ساعتها كان مستخبي في مغارة اسمها مغارة عدلان. ليه؟ لأنه الأعداء كانوا واليين الدنيا برا، فهو كان محتمي جوه المغارة. أوكي؟ والأعداء مالين الدنيا برا، وفي مرة داود يظهر كده إنه عطش. ولما عطش قال إيه؟ قال ياه، مين دلوقتي يشربني شوية مية من البير اللي في بيت لحم؟ هو بس قال كده؟ لا، تقريبا البير بتاع بيت لحم ده كان أقرب بير ليهم في الوقت ده، وهو بسبب إن الأعداء كلهم بره ما كانش قادر يخرج. ده الأعداء كانوا مليين بيت لحم شخصيا، يعني ما يعني استحالة كان يخرج. مين بقى اللي سمع الكلام ده؟ رجال داود سمعوا الكلام. ثلاثة من رجال داود تحديدا سمعوا الكلام ده، راح قالوا ايه ده؟ ده داود عطشان، احنا هنسيبه عطشان؟ لا طبعا، احنا هنروح نجيب له ميه من غير ما يقولوا له. هما لحد دلوقتي ما يعرفش حاجه. راح اللي حصل، رجال داود خرجوا من المغاره وابتدوا خرجوا. طبعا لقوا الاعداء بره مالين الدنيا، الحرب بره كانت رهيبه، وجيش الأعداء كانوا مليين الدنيا بره. راحوا هم عملوا إيه؟ لقوا الحرب كده، راحوا رجعوا. لا ما رجعوش، راحوا مكملين وسط الحرب، ومشوا مشوا 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 وسط الحرب وسط الخطر، لحد ما وصلوا البيت لحم اللي كان فيها البير اللي داود كان عايز يشرب منه. بس زمان ما كانش فيه حنفيات ولا حاجات دي كلها، كانوا بيشربوا من البير، وأقرب بير في بيت لحم. فضلوا مكملين وسط الحرب وسط جيش الأعداء لحد ما وصلوا للبير. ولما وصلوا هناك مالوا المية وراحوا راجعين تاني لداود. رجعوا لداود قالوا له ايه ده؟ ايه ده؟ بص ده احنا جبنا لك ميه. قال لهم ايه ده؟ انتوا جبتوا الميه دي منين؟ من بير بيت لحم وخرجتوا وسط الاعداء؟ دي عشان انا؟ ايه ده؟ انتوا ازاي عملتوا كده؟ انتوا ازاي ضحيتوا بنفسكم؟ وللتعبير يا جماعه عن الموقف، لتحليل الموقف البطولي ده، معانا النهارده معانا المحلله الاستراتيجية كريس. تعالوا نسألها. يا كريس، رجال داود الثلاثة قبل ما يخرجوا من المغارة، هل طلبوا أوبر؟ أوبر؟ آه؟ لا يمينة طبعا، ما كانش في أوبر والكلام ده، مشوا على رجليهم. إيه ده؟ دي مسافة كيلومترات. ما قضوا المسافة دي كلها مشي على رجليهم. لحظة، دي مش مسافة مترات، دي كيلومترات. أيوة صدقني، ما كانش في أوبشنز تانية، كان هما مشوا على رجليهم. يعني مشوا الكيلومترات دي كلها عشان يجيبوا مية لداود؟ بالظبط كده. طب السؤال التاني، هل رجال داود لبسوا طاقية الإخفة وهم معدين وسط معسكر الأعداء؟ طاقية الإخفة؟ عشان يختفوا يعني. ما هو مين اقول كلام معقول؟ هل في حاجه اسمها طاقيه اخفاء اصلا؟ ما انا مش عارف. لا ده هم مشوا على رجليهم وكانوا عارفين ان هم متشافين وباينين. لا كانوا فاهمين يعني الموضوع. هم كانوا عارفين ان هم متشافين، وانه لو اي حد معدي كده هيشوفهم، هم زينا كده بني ادمين ما اختفوش. السؤال اللي بعده، هل رجال داود لما خرجوا كانوا عارفين ان في خطر بره؟ اكيد اكيد كانوا عارفين انه في خطر هيقابل. طب ما تقول لنا ايه نوع الاخطار اللي كانت ممكن تواجههم وهم رايحين يجيبوا المايه من البير بتاعه بيت لحم؟ حاجات صعبه قوي. انا هقول لك اول حاجه، هما كان ممكن ياخدوهم اسره. عارف بقى يعني ايه ياخدوهم اسره؟ يعني لو كان حد شافهم كان ممكن ياخدهم
والفلسطينيين يعني ياخدوهم ويخلوهم عبيد عندهم، يعملوا بقى شغل وحاجات هم ممكن ما يكونوش يحبوا يعملوها اصلا، ويعيشوا ممكن في بلد مش بتاعتهم. يعيشوا طول حياتهم عبيد، عبيد بقى يتخطفوا يعني. وكمان يعني مش اللي هو بشتغل باخد فلوس، لا هو كده انت عبد هتعمل اللي انا عايزه منك وكده. ممكن يبقوا اسرى. تاني حاجه ممكن يتاذوا بقى، يعني ممكن يتاذوا بقى، يتجرحوا، ممكن يعملوا لهم حاجات بقى، كان بيعملوا بقى حاجات صعبه جدا بقى، كمان سيوف وحاجات زي كده، لك انت تخيل بقى. في ناس كانت بتطلعوا حاجات بقى. مش عايز اشرح اكتر من كده، بس الموضوع كان صعب يعني. طب السؤال اللي بعده، هل هم عملوا كده عشان عارفين لما يرجعوا داوود كان هيديهم فلوس كتير، فهم كانوا طمعانين في الفلوس الفظيعه اللي داوود كان هيديها لهم؟ لا، داود ما كانش معاه فلوس يديها لهم. هم عملوا كده علشان سمعوا داود بيقول انا عطشان، وهم عشان بيحبوا داود قوي قرروا ان هم ياخدوا المجازفه دي ويروحوا حتى لو في وسط الحته الخطر دي ويجيبوا له ميه عشان هو كان عطشان. بس كده، بس كده. واو، يعني كل اللي حصل ده حصل عشان داود عطش ورجالته بيحبوه، بالظبط، فقرروا يضحوا بحياتهم، يجازفوا بحياتهم عشان يروحوا يجيبوا له ميه لداود. بس كده.